انت اللي اخترت رقم 22؟ انا اللي اخترت ان انا صعب قوي. هقول لك يا ده كابتن، ابو تريكه يا باشا. هقول لك يا كابتن والله. كابتن خالد احكي لي. زيبو ايوه كان في رقم 3، حتى هتشوف عمر كمان لبسه بعد ما انا جيت. مظبوط. كان في 3 وكان في 11 وكان في 22. فساعتها انا قلت له يا كابتن، قلت له هاخد 11. كويس. قال لي كان ساعتها عشان كانت مشكلتي انا والكابتن وليد سليمان، وانا كنت عايز البس 11. ايوه كنت بتحب وليد سليمان. ما كانش لسه حد قال لي على 22. ما حدش ما كانش او حد ما قال لي، قالك كان قال لي 3 3 و11 اللي و11. موجودين كله كان بيخاف ياخد لان 22. كان في حد كان عايز 22 يا كابتن، بس مش فاكر مين. فبعدين الكابتن قال لي، كابتن بيبو قال لي 11 احمد عبد القادر عايزه. فبعدين انا لسه جاي وعلقت باحمد عبد القادر، احنا من بلد واحده طبعا والله والله. محمد سنبلاوي. من عندنا. انا بحسب اسكندريه. لا من عندنا. فبعدين لما جيت اتكلم معاه قال لي انا عايز 11، قلت له خلاص. فكلمت الكابتن قال لي طب في 22 في 11، قلت له هلبس 22. كابتن خالد بيبو ساعتها قال لي هتبقى قدها، قلت له هبقى قدها يا كابتن. قال لي الرقم ده غالي وغالي عندنا كلنا، قلت له يا كابتن ان شاء الله هبقى قدها وابقى غالي عندك انا كمان. ما خفتش لا بجد؟ ما خافش من حاجه يا كابتن. ما حصلش تواصل بينك خالص وبين ابو تريكه؟ والله يا كابتن يمكن لسه متكلم في الحوار ده من قبل ما اجي لحضرتك. يمكن من امنيات حياتي ان انا اشوف كابتن ابو تريكه طبعا. كلمت سيف ابنه كذا مره وقلت له والله. والله، قلت له نفسي اكلم الكابتن. دايما هو كان بيبقى في برنامج او في حاجه، نعم. فما فيش وقت بيبقى متاح للكابتن ان هو يتكلم فيها وحاجه زي كده. بس ان شاء الله باذن الله، باذن الله يا كابتن بقولها لك على الهوا، ان شاء الله جاي لك قطر واشوفك باذن الله. لكنه انت اخترت رقم 22 وتحملت مسؤوليته، طبعا حسيت ان انت كنت قد الرقم؟ بص يا كابتن، هو الرقم زي ما انت قلت رقم تقيل جدا. لازم الواحد لما يلبس رقم كابتن محمد ابو تريكه طبعا يكون على قد المسؤوليه. وانا ان شاء الله باذن الله خلال مسيرتي مع النادي الاهلي، ان شاء الله ان شاء الله باذن الله هحاول ابقى ربع كابتن محمد ابو تريكه ان شاء الله. حتى لا وان شاء انا ما الله عنديش مشكله تبقى حاجة جميلة، وانت ان شاء حاجة الله يا جميلة كابتن. امام خلي